دي جمعيه للمتسربين من التعليم في منطقه صبل عنتر في مصر القديمه. الجمعيه لقيت ان الاطفال دول متسربين من التعليم نتيجه لظروفهم الاقتصاديه الصعبه، فاحنا عملنا مدرسه للمتسربين من التعليم. دلوقتي تعدادها 150 طالب وطالبه، واحنا بدانا ان احنا نعلم الاولاد دول حرفه مع التعليم العام على اساس ان هم ما يتسربوش تاني من المدرسه، وده نتاج شغل ايديهم هم، والعائد بتاع المنتجات دي بيعود عليهم هم. يعني احنا بنقسم المدرسه لثلاث ايام دراسه وثلاث ايام تدريب مهني، في كل طالب بياخد حافز اسبوعي على المنتج اللي هو بيعمله، وفي نفس الوقت ان هو بيتعلم بوسائل تعليم نشطه عن طريق داتا شو وتابلت، وما فيش وسائل تعليم اللي هي القديمه العاديه. وعاملين طبعا ليهم مسرح وفرقه كورال وفرقه موسيقيه، بحيث ان الطالب يتشجع اكتر ان هو يجي المدرسه وان هو يحب المدرسه جدا، وبقت بالنسبه لهم دي حلم في المنطقه بتاعت عزبه خير الله، دي اسمها تواصل، ده بالنسبه لهم حلم للمنطقه ديت. كل حاجه بيعملها الطالب دوت بيبقى ليه حافز عليها، فاصبح ان هو بيساعد كمان في دخل الاسره، بيساعد والده وبيساعد والدته، وفي نفس الوقت ان احنا الجمعيه بتوفر لهم وجبه فطار وجبه غدا، وبتوفر لهم ملابس، بتوفر لهم الادوات التعليميه كلها. يعني الطالب ما بيحملش اهله اي مصاريف او اي اعباء ماديه نهائيا.